لمناقشة قرار الحكومة إغلاق مخيمات النازحين في كردستان العراق وتداعيات هذا القرار. ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا، بارك الله بكم، حياكم الله. الحكومة قررت إغلاق مخيمات النازحين في كردستان العراق كما سمعتم، ما تداعيات مثل هذا القرار على حياة آلاف النازحين؟ لا شك أن هذا قرار خطير جدا ويجعل النازحين في مواقف، يعني في وضع خطر وحالة ضياع. لكن للأسف تعودنا أن الحكومة دائما تعمل على يعني تمييع، أو يعني أصبحت وجود مخيمات بالوقت وجود مخيمات نازحين بالوقت اللي تتحدث به الحكومات المتعاقبة عن الأمن والأمان والاستقرار وغيره من الأمر، أصبح يعني وصمة عار عليها، ولذلك دأبت إلى هذا الطريقة. المشكلة يا سيدي الكريم أن إغلاق هذه المخيمات يضع أهالي يعني سكان هذه المخيمات في موقف يعني الضياع. هؤلاء لا يمتلكون حتى وثائق ومستمسكات تثبت شخصيتهم. طيب، والوثائق وال يعني الأوراق الثبوتية تغيرت منذ فترة 2014 حتى الآن. الحكومة لم تقم بأي إجراء من شأنه أن يسهل عودة اللاجئين إلى النازحين إلى مناطق سكنهم. لا وضعت لهم خدمات، لا وضعت لهم خطة، لا زودتهم بوثائق، فكيف تعيدهم؟ يعني تغلق المخيمات. غلق المخيمات الآن راح يترك هؤلاء الناس يعني يهيمون في العراء، لا يعرفون أين يذهبون. طيب هذا القرار أستاذ علي، يعني ما المبرر القانوني والإنساني لاتخاذ مثل هذا القرار؟ هل يمكن أن تبرر الحكومة يعني تصرفها في ظل ما تفضلتم، يعني اليوم لا توجد هناك مناطق مؤهلة لاستقبال النازحين سواء في مناطقهم الأصلية ولا حتى مخيمات أو مجمعات سكنية؟ المخيمات الحالية يريدون إغلاقها في كردستان العراق في 30 تموز المقبل، بالتالي المكان الذي فيه يخرجون ولا يوجد مكان آخر. المبرر القانوني للحكومة في أن تخرجهم من هذه المخيمات؟ لا يوجد. الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 حتى الآن لم تعطي أي مبرر قانوني لأي خطوة خطأ قامت بها. طيب، هناك متراكم من الأخطاء. أي يعني ما هو المبرر القانوني للاستيلاء الميليشيات على جزء من مناطقهم؟ يعني لدينا مناطق الآن من هؤلاء النازحين الميليشيات تستولي على مناطقهم. هل تستطيع الحكومة الآن تبرر يعني قانونيا؟ الجواب لا، الحكومة لا تستطيع ولا تهتم، لأن هذه الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لم تعترف بالقوانين حتى التي سنت وعليها ألف ملاحظة في دستور بريمر وغيره. نعم، هنا لازال عندنا ملف آشتي مفتوح بعد أن تم تشريد 120 عائلة من المخيم بعد قرار الحكومة إغلاقه، ورفض كذلك كما ذكرتم الميليشيات دخول العائلات إلى مناطق يثرب والدجيل في محافظة صلاح الدين. ما مصير بقية العائلات التي ستضطر إلى الخروج بعد إغلاق المخيمات؟ اليوم لدينا 120 عائلة، هذا مصيرها، مصير آلاف العائلات الباقية مثل هذا المصير سيكون؟ يعني بالإضافة إلى أن هناك تحركات عشائرية لهذا الأمر، لكن الأمر حتى الآن الثابت أن الدولة غائبة تماما، يعني الدولة وقانونها ومؤسساتها غائبة تماما. الدولة اللي يهمها الآن فقط هو التخلص من هذه المخيمات في إقليم كردستان، لأنها لا تستطيع أن تواجه العالم وتواجه المنظمات الدولية. أصبحت هذه تحرجها، يعني مسألة إحراج، ونحن نتواصل مع منظمات دولية ومع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها. هذا الأمر خطير الآن. هؤلاء العوائل أين يذهبون؟ يعني لا يمتلكون مستمسكات، لا يمتلكون أموال،
بل أغلبهم خرجوا من بيوتهم فقط في ملابسهم. هذه هي الكارثة. هنا أيضا في موضوع آخر، منظمة هيومن رايتس ووتش تقول لا تزال أو لا يزال قضاء سنجار على سبيل المثال غير آمن، ويفتقر إلى كل الخدمات والبنية التحتية، وكل شيء ناقص بمجال حقوق الإنسان. لماذا تصر الحكومة على إعادة النازحين إلى قضاء سنجار؟ هل تريد أن يرفض الناس أمام العلن العودة إلى قضاء سنجار حتى تخلي مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي بأنها دعتهم إلى العودة، ولكنها لأنها غير مؤهلة لاستقبالهم فالناس ترفض بالتأكيد؟ يا سيدي، المشكلة في قضاء سنجار ليست مع الناس، ليست مع سكان أهالي سنجار أو النازحين. المشكلة في احتلال حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية، هو الذي يمسك زمام الأمور في سنجار، والحكومة غائبة تماما هناك. حاول الجيش مرة مرتين يدخل هناك لكنه لم يسمح له حزب العمال الكردستاني. قضية إخراج إغلاق مخيمات كردستان، يعني هم قصد الحكومة الآن تريد فقط إغلاق المخيمات في كردستان بسبب خلافات بين الحكومة المركزية وبين كردستان. أما التفكير في مصير وحياة ومشاكل النازحين فليست لديها أي تفكير في هذا، لأنه هي بالأساس يعني لا تعتبر هؤلاء، يعني تعتبرهم كأنهم رعاية وكأنهم لاجئين من دولة أخرى. من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، شكرا لكم على هذه المداخلة.